الجودة الشاملة في العمليات الأكاديمية والإدارية وتحسين العمليات الإدارية وتسريعها. وكثير من إدارات الجامعة الآن حصلت على شهادة الأيزو، كلها هذه في سبيل التطوير والتحسين. الجامعة أول ما أخذ من بأسباب التقنية وكونت ما يسمى بالجامعة الإلكترونية، والحمد لله الجامعة الآن خطت خطوات واسعة في هذا المجال، في المجال الأكاديمي بالنسبة للقبول والتسجيل، وأيضا في مجال الإداري، وأيضا التطوير جاري لهذا الموضوع. فكل أسباب التطور حقيقة أخذتها الجامعة، وتقوية البنية التحتية، و تحتوي الجامعة على عديد من المراكز التمييز البحثية، زي مركز البيئة، زي مركز الجينوم الطبي، هشاشة العظام، تحليل المياه، النانو، كثير حقيقة من المراكز، أكثر من 6 أو 7 مراكز بحثية متميزة أنشأتها الجامعة في الآونة الأخيرة. في هناك تحديات لا شك، يأتي يمكن الدكتور غازي يمكن سبقني بها. يعني أهم تحدي الحقيقة، وأنا كاتب في الأولوية هنا، هو قوة التنافس وسرعته. سوف تكون المنافسة شديدة جدا زي ما ذكر معالي الدكتور غازي، سواء من الجامعات الخارجية أو الداخلية. والعصر المتغير اللي أنتم تلاحظونه، يعني كل شيء يتغير في التقنية، كل شيء بسرعة هائلة، ما تبقى الواحد يخطط لشيء إلا إذا في شيء نتج أحسن وأسرع وأيسر. أيضا من التحديات هي كثرة الفرص المتاحة سواء داخل المملكة أو خارج المملكة لأعضاء هيئة التدريس. هناك فرص متاحة، يمكن في السابق كما ذكر أصحاب المعالي كانت الجامعة تستقطب أميز أعضاء هيئة التدريس. جونا أساس يعني أميز أعضاء تستقطبهم للتدريس في الجامعة، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت الرواتب التي تعطيها الجامعة لا تنافس التي تعطيها بعض الدول المجاورة، حتى بعض الدول، حتى في بلدان الأخوة أعضاء التدريس التي كنا نحضر نستعين بهم في الجامعة، أصبحت تتاح لهم فرص مماثلة لما يوجد في الجامعة في بلدانهم الأصلية. أيضا من التحديات أيضا عدم وجود الكادر الإداري المساعد المحترف الحقيقة، لا من حيث الكم ولا من حيث النوع. دائما يعني لما تعرفين أن استحداث وظائف إدارية يكاد يكون مستحيل الحقيقة، لا يعني الجامعة استحدثت العديد من القطاعات المختلفة بدون أي كادر إداري. أنشأت الجامعة، يعني كانت الجامعة تعتمد على وكالتين، وكالة الجامعة وكالة الجامعة الدراسات العليا، الآن أصبح في الجامعة 6 وكالات بدون أي تواجد إدارية مستحدثة. أنشأت الجامعة العديد من القطاعات، عملت بحث الاستشارات، عملت الدراسات العليا، عملت خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وعملت التعليم عن بعد، العديد من القطاعات المختلفة، ولكنها أيضا هي تحتاج الكادر الإداري. فهذا الحقيقة تحدي من التحديات التي تعيشها الجامعة، بالإضافة الحقيقة إلى ضعف الموارد المالية، غير الموارد المالية التي غير الميزانية، فيه ضعف الحقيقة، فيه يعني عزوف من قطاعات الأعمال المختلفة عن دعم برامج مشتركة مع الجامعة. لا زال الحقيقة تحسنت العملية عن ما عندي قبل، ولكن لا زال الحقيقة ليست في القدر الكافي. هذه الحقيقة عجالة يعني أردت أن أشارككم اليوم فيها، وأشكركم على حسنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي الدكتور عبد الرحمن الجنوبي نائب مدير الجامعة. وبعد هذه الكلمات والأخوة المشاركين في اللقاء، استطيع أن أوجز ما تناقش
في معي معالي الأخ الأستاذ الدكتور رضا عبيد تناول في ورقتي الهامة بعض النقاط الرئيسية التي أستطيع أن أختصرها في اهتمام معالي في نقاط يجب أن تتوجه إليها الجامعات وخاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالطالب، الأنشطة الطلابية، مصادر التمويل، وركز على موضوع الموقع المتميز للجامعة في شبكة الإنترنت. وهناك أيضا يعني موضوعات أخرى تناولها اشترك فيها مع الأخوة المشاركين في البحث في هذا اللقاء. الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر نصيف أيضا تناول في كلمته الشفوية بعض الجوانب الهامة التي يجب على الجامعات وعلى جامعتنا أن تركز عليها، وهي اهتمامات مستقبلية أهمها وأبرزها الاهتمام أيضا بالطالب والتعليم التطبيقي وتطوير صلاحية الجامعات وأيضا تطوير هوية هيئة التدريس من أجل منافسة فعالة داخلية وخارجية. معالي الأستاذ الدكتور غازي مدني تناول أيضا موضوعات حساسة بالنسبة للجامعة والجامعات، وهي التركيز على العملية التعليمية وعلى الأستاذ، لأن هذا هو الأساس الذي ينبغي أن تركز عليه الجامعات في عملية تعليم الطالب وعملية البحث العلمي. تناول أيضا في ورقته الشفوية بعض النقاط الأساسية، منها أن الاهتمام بالبحث العلمي لن يكون إلا من خلال الاهتمام بالدراسات العليا، وأن تكون هناك حرية كاملة في اتخاذ القرار الإداري في الجامعة، الإداري والمالي، حتى تساند العملية البحثية والتعليمية في الجامعة. أيضا الدكتور غازي شارك الأخوة الزملاء الدكتور رضا عبيد والدكتور عبد الله نصيب في الاهتمام بعضوية هيئة التدريس وتطويره، لأنه عملية التطوير تنعكس أيضا على الطالب تدريسا وتنعكس على الجامعة أيضا بحثا وأداء. الزميل الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي نائب مدير الجامعة ركز على اهتمامات حالية للجامعة جامعة الملك عبد العزيز فيما يتعلق بالتحديات والفرص المتاحة أمامها، وركز على جوانب تهتم بها الجامعة حاليا في مجال التدريس، مجال البحث العلمي، مجال التنافس، مجال تطوير عضو هيئة التدريس، تطوير الإداري، إنشاء المراكز البحثية المتميزة. بعد هذه الكلمات نتوجه إلى لب هذا اللقاء، وهو المحاور الرئيسية لهذا اللقاء، والذي أرادته كلية الاقتصاد والإدارة أن يناقش معه. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله بالمحور الأول، وهو أهداف الجامعة ومقوماتها بين الأمس واليوم. وبناء على طلب معالي الأستاذ الدكتور عبد الله نصيف لن نتناول الأمس ولن نتناول اليوم، نتناول المستقبل. فنترك الفرصة لمعالي للتحدث عما يرى من أهداف مستقبلية لجامعة الملك عبد العزيز أو للجامعة السعودية عموما، وترجو أن يكون ذلك في خلال دقائق. أعتقد نحن أشرنا كنا في كلماتنا إلى المستقبل بطريقة من الأخرى، لأنه العملية التربوية عملية تطوير عملية دائمة، تقويم وتطوير واقتراح تحسينات بالنسبة للأنظمة والمواد.